بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام، انطلاقة شوطنا الأول للإذاع، شوط الإبداع والإمتاع في هذا الانطلاق المميز للفية الإبكار. أيضا ينطلق على حضراتكم مع المراكز الأولى الشاهينية، سالم بن عبد الله الحارثي مع المركز الأول، المركز الثاني القايد حمود بن سعيد الحارثي على المركز الثاني، المركز الثالث القدوم من الشاهنية محمد بن مترف المالكي مع المركز الثالث، والمركز الرابع الوصول من الظفر حمود بن سعيد الحارثي على المركز الرابع، والمركز الخامس التقدم أيضا من الشاهنية سالم بن حمد المالكي مع المركز أيضا الخامس، والمركز السادس الشاهنية حمد بن سالم الوهيبي. هذه الستة المراكز الأولى المنطلقة الباحثة عن الانتصار والمتقدمة نحو الصدارة هذا الشوط. المركز الأول نعود لهيئة كشف أسماء هذا الشوط، ومن تغييرات هناك مع مراكزنا الأولى المتقدمة القائدة غيرت مسار الشوط بشعار الحارثي حمود بن سعيد الحارثي أبو سلطان، من يتقدم مع المركز الأول، المركز الثاني بشعار مترف أو محمد بن مترف نعم المالكي مع المركز الثاني، لكن من غيرت الشاهنية هناك على المركز الثاني من يتواجد هناك أيضا سالم بن حمد المالكي أبو غصن، من يتابع هذا الشعار العملاق الكبير. المركز الرابع الوصول الآخر من الشاهنية سالم بن عبد الله الحارثي على رابع المراكز، وخامس المراكز القادم حكمة أيضا سالم بن حمد المالكي المنطلق هناك على خامس المراكز، وسادس المراكز الأسماء بدأت تتقدم مع الظفرة حمود بن سعيد الحارثي. هذه المراكز الستة الأولى المتقدمة، نتمنى التوفيق للجميع المشاركين نحو المراكز الأولى المتقدمة. يا سلام، عودة والعود أحمد نحو المراكز الأولى المندفعين هناك نحو سكان المقدمة الثلاثية المبدعة والصورة الجميلة هنا من المسافة الأربعة كيلومترات. يا سلام، القايدة القايدة نحو الناموس والانتصار حمود بن سعيد الحارثي، من ينطلق مع القايدة هذا الشعار الكبير المشارك في هذه اللحظات، أول ظهور له في هذا الموسم، ينطلق هناك من بعد المقيض بشعاراته في هذا الانطلاق مع القايدة حمود بن سعيد الحارثي، هو المعروف في هذا الانطلاق الجميل. المركز الثاني مشاهدينا الكرام الشاهنية سالم بن حمد المالكي على المركز الثاني، المركز الثالث القادم الشاهنية محمد بن مترف بن محمد المالكي على المركز الثالث، المركز الرابع حكمة سالم بن حمد المالكي أيضا من تحكم هذا الشوط بجدارتها وعرضها الجميل وشكلها الرائع، المركز الخامس خامس المراكز شعار الحارثي أيضا منطلق على المركز الخامس مع الشاهنية سالم بن عبد الله الحارثي على المركز الخامس، والمركز السادس الوصول من الظفر حمود بن سعيد الحارثي على المركز السادس. هذه النتيجة ستة مراكزنا الأولى، ندائنا لتوضيح الأسماء المشاركة في هذه الأشواط. عودة والعود نحو المراكز الأولى، من يتقدم؟ هل في تقدم أو تغيير نحو المراكزنا الأولى؟ هناك اللي غيرت الصدارة الشاهنية الشاهنية، نعم هنا سالم بن حمد المالكي. يا سلام، من ينطلق هذا الاسم الكبير والخطير بالفعل أن تقدم نحو المراكز الأولى، فليتقدم فليتواصل فيعرض في أمتاره الأخيرة الكيلو، نغترب من الكيلو متر الأخير. الحارثي مع القايدة على ثاني المراكز، ثالث المراكز الشاهنية محمد بن مترف بن محمد المالكي على المركز الثالث، المركز الرابع حكمة أيضا القادم سالم بن حمد المالكي يعود مع الصدارة الشوط. أعود، بدأ يسرع الشوط، بدأ يتحرك الجماعة هنا مع مراكزنا المتقدمة الأولى. روح مع الصدارة يا أبو غصن، أبدعني في هذا الصباح الجميل وفي هذا العرض الجميل الشاهنية سالم بن حمد المالكي، لكن القادم الشاهنية مترف بن محمد أو محمد بن مترف نعم المالكي مع المركز الثاني، المركز الثاني
كانت الكايدة الكايدة حمود بن سعيد الحارثي ناوي نيه اليوم راع الكايدة في هذا الشوط في سن الإيداع سن الإبداع والإمتاع. الله 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 يا السلام يا سلام الصدارة والمركز الأول انتقلت هناك وانتقلت نحو الصدارة الشوط نحو المركز الأول الشاهنية الشاهنية نحو الصدارة هذا الشوط. أيضا سالم بن حمد المالكي الكايدة من الجانب الآخر الكايدة من الجانب الآخر هناك بشعر حمود بن سعيد الحارثي مع المركز الثاني التقدم هناك نحو المراكز الأولى والصدارة هذا الشوط. الله 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 تابعي اللي بتابع تابعي اللي بتابع الكايدة من تقدمت نحو المركز الأول نحو التحدي والإثارة والعصافة الأبطان والعصافة الأبطان نحو الصدارة هذا الشوط. عادت الشاهنية نحو المركز الأول نحو التحدي الجميل والعرض المثير يا سلام. الله 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 تهانينا والناموس لمالك أيضا الشاهنية سالم بن حمد المالكي المركز الثاني الكايدة محمود سعيد الحارثي المركز الثالث أيضا هناك الشاهنية محمد بن مترف المالكي. والتوقيت الزمني لهذا الشوط 6:15 40 جزء من الثاني تهانينا والناموس.